لو نتكلم على الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، حضرتك ممكن ده قد إيه يكون ليه مهم، ليه أهمية خاصة وأهمية محورية بالنسبة للمرأة المصرية خلال الفترة اللي جاية؟ خلينا نتفق واخد من كلام حضرتك انه المرأة عانت لدهور طويلة جدا وعهود طويلة من العنف. العنف في أشكال مختلفة، والعنف بس مش يعني ضد المرأة، مش بس جوه مصر، ده واخد الدول الأفريقية والدول العربية. صحيح. لكن بنقول انه إذا كانت المرأة هي نصف المجتمع فهي النصف الذي يلد ويربي النصف الآخر. هي الأم اللي لازم تبقى حاسة إنها مقدرة من قبل أسرتها، وبالتالي لأن ده المجتمع الصغير بتاعها، وبعد كده تبقى مقدرة من المجتمع الأكبر. طول عهود طويلة جدا اتهضم زي ما نقول كده حق المرأة في المجتمع، ما بين عنف كان بيمارس عليها نفسيا إن هو تحس إنها أقل، وما بين عنف يعني مادي كان بيمارس عليها من خلال بعض العادات القديمة زي الختان واستباحة ضرب المرأة من لو هي زوجة. أشكال كتير من العنف، ناهيكي عن العنف النفسي بالتفرقة داخل الأسرة ما بين الرجل والمرأة أو البنت والولد، كل ده كان بيأثر على نفسيتها. جت في فترة طويلة جدا، يمكن كنت حضرتك بتشوفي وبتلمسي انه التعليم الأفضلية فيه للولد حتى لو البنت أشطر، الشغل توالي الوظائف كانت الأفضلية فيه للرجل حتى لو السيدة أكثر يعني قدرة على القيادة. فكانت مهمشة، تعتبر السيدات عانت فترات طويلة جدا من حياتها من التهميش. يمكن بعد تولي السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في نقلة نوعية لوضع المرأة داخل المجتمع، بدأ بإطلاقه لعمل المرأة، وده كان جديد سواء في مصر أو في منطقتنا العربية أو في العالم، إن يعني يبقى في عام للمرأة. كل أجهزة الدولة مدعومة بالقرارات من السيد الرئيس بتدعم وجود المرأة وترسيخ وضعها داخل المجتمع كنصف هام جدا ومحوري علشان عجلة التنمية تسير. ومش معنى كده واحنا بنتكلم عن وضع المرأة او الوحدات اللي بتتم لمناهضة العنف ضد المرأة او المجالس القومية للمرأة ان احنا بنقول ان احنا في خناقة مع الرجال، بالعكس احنا شركاء في هذا الوطن، يا أنا والرجل أستاذة شركاء يعني في هذا دكتورة الوطن. ريهام، أنا دايما يعني كنت بشوف، وخليني أتكلم مع حضرتك كده بمنتهى الصراحة، إن ساعات المرأة هي اللي بتحارب المرأة حقيقة. يعني ساعات كنت يعني بشوف، طب ما أنا دلوقتي عندي ابني، ما هو مين اللي بيطلعه بالفكر الذكوري؟ معلش مع احترامي يعني، أكيد مش الأب لوحده. في بعض الأمهات بتكون هي بالفعل مقتنعة بالثقافة السلبية اللي اتربت عليها في العنف ضد المرأة، فبالتالي بتطلع ولادها زي اللي اتربت عليه واللي هي مقتنعه بيه ومفيش وعي. فدايما كنت بشوف ان في فئه برضو، مش فكره الرجاله هي اللي بتحارب الستات بس، ده في ستات هي اللي بتحارب نفسها من خلال تربيه ولادها الرجاله اللي بيكبروا بعد كده ويمارسوا العنف ضد بناتها اللي هم ممكن يكونوا في اسره واحده. فدي زاويه برضو ما ينفعش ان احنا نتجاهلها بشكل كبير، لان دي موجوده في مجتمعنا برضو ولازم ما نكبرش في التصريح بيها. يعني قولي صح. شيلي لاخوكي او اعملي لاخوكي القهوه، اخوكي هو اللي لازم يكون متفضل عليكي وانتي لا، ما هي دي من ام، هي الام دي ايه؟ ما هي مرأة. فدي برضو يعني حاجه لازم احنا ناخد بالنا منها بشكل كبير جدا، لان ما ينفعش ان احنا نسيبها بدون وعي كده. هقول لحضرتك كمان حاجه يعني اغرب، انه الام هي في البيت عايزه جوز بنتها يراعي كل حقوق المرأة في بنتها، لكن عايزة ابنها يكون سي السيد وتكون زوجته تحت ايديه وتحت ازدواجية رجليه زي ما وتناقض بنقول. برضو، ما خلينا نكون صراحة ده مع بعض. موروث ثقافي، ده موروث ثقافي. ليه؟ لأن هي اتربت عليه، اتربت على الخنوع، اتربت على إنها الكائن الأضعف، ما تربتش على المساواة داخل المجتمع، اتربت على إن هي رقم اتنين، مش انا واخويا على نفس المستوى، على نفس الدرجه،
ان احنا ما فيش حد فينا احسن من حد. ده حتى الاديان السماويه كلها ما فرقتش بين الرجل والمراه غير في الاعمال الصالحه. يعني التكليفات على المراه زي الرجل. حتى العقاب على المراه زي الرجل. هنا يعني بنقول ايه؟ سماحه الاديان ان هم عملوا المساواه. طيب ايه اللي اتغير في المجتمع علشان يبتدي يبقى عندي مجلس قومي للمراه، مجلس قومي للامور الامومه والطفوله، وحدات لمناهضه العنف ضد المراه، وحدات لرعايه المراه المعيله والمراه المسنه، ومبادرات رئاسيه. يعني من بنقول كده من اكبر سلطه في الدوله بتدعم صحه المراه وبتديها حقوقها سواء سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه. من امتى في مصر وفي البلدان العربيه المجاوره يبقى عندنا 8 حقائب وزاريه للمراه؟ ده جديد. من امتى عندنا في الدستور، دستور الدولة، يكون عندي مادة صريحة بأنه نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب لا تقل عن 25%؟ ده جديد. بس